السلام عليكم ورحمة الله، طلاب وطلاب الأعزاء، نستكمل محاضرتنا الماضية في Biological Correlates of Appraisal Flexibility، وتحدثنا في المحاضرة السابقة على عجالة فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات التي بينت أن الجهد الذي يتعرض له الإنسان ربما يؤثر بشكل أو بآخر على تصرفاته وعلى سلوكياته، وأن هناك أناس يتمتعون بالصلابة النفسية و هارد ديزيز بادي أو سايكولوجيكال هارد ديزيز، صلابة نفسية، يستطيعون أن يتحملوا ظروفا ضاغطة. وتحدثنا عن المرونة العاطفية، وتحدثنا أيضا عن بعض الأشياء التي لها علاقة بال الكبت والقمع العاطفة وكيفية تنظيم الذات العاطفة. اليوم سنتحدث عن شيء اسمه النموذج الذي يؤثر على الديناميك موديل اوف افكت. النموذج الديناميكي للتأثير يمكن أن تختلف. active experience can vary greatly between individuals، تختلف من أشخاص بين الأفراد اختلافا كبيرا، greatly between individuals in different situation and over time. This reflects the flexible subjective experience of motion. الحقيقة أن هناك اختلافات بين الأفراد في المجال العاطفي، وبمرور الوقت يعكس هذه التجربة الذاتية المرنة للعواطف. ويهدف الـ DMA أو الـ Dynamics Model Affect، يعني اختصار لـ Dynamics Model Affect DMA، إلى إظهار ذلك، إظهار الاختلافات العاطفية ما بين الأفراد فيما بينهم. وفي ظل الظروف العادية under ordinary situation، إن صح التعبير، نجد أن معظم الأشخاص لديهم القدرة على التأثير المعقد، بما في ذلك الوعي المتزامن والمتواصل بالتأثيرات الإيجابية والسلبية in ordinary situation. عادة تكون الحالات العاطفية الإيجابية والسلبية مرتبطة بشكل فضفاض فقط، وتميل إلى العمل بشكل مستقل، هذا in ordinary situation. يقوم التحليل الميكانيكي الديناميكي الـ DMA يتوقع أن الإجهاد سيميل إلى الحد من التجربة الواعية للتأثير، يعني الضغط الستريس سيعمل على إضعاف الحالة الواعية المؤثرة والتي تتحكم في تصرفاتنا وانفعالاتنا العاطفية. خلال فترة التوتر يحدث ماذا؟ تصبح الموارد المعرفية ضيقة ومركزة بشكل متزايد، وتصبح المساحة العاطفية محدودة أكثر. يعني بصير إنه خلال فترة التوتر والستريس بصير في هناك قلة في المعرفة، في الكونشس اكسبيرينس، الخبرات الواعية لها تأثير أقل، limit the conscious experience of effect of affect during period of stress، خلال فترة الإجهاد. الكوجنيتيف ريسورس بيكم يعني تصير ضيقة قليلة، and focused affective space become more limited، بيصبح التأثير المحدود وقليل. أيضا التعقيد العاطفي affective complexity، هنا التعقيد العاطفي مظهر manifestation of psychological well-being refers to the relevant independence between positive and negative affect BA وال NA. BA يعني positive
افكت وان ايه النيجاتيف افكت. وبالتالي وفقا للنموذج الديناميكي داينامكس موديل الافكت، تؤدي المواقف العصبيه الى علاقه عكسيه للغايه ما بين البي اي والان اي، مما يقلل من التعقيد العاطفي. والتعقيد المعرفي العاطفي شكل من أشكال التفكير، يزداد من مرحلة المراهقة وحتى منتصف البلوغ، ويشمل الوعي بالمشاعر الإيجابية والسلبية وتنسيقها في بنية معقدة ومنظمة تدمج الإدراك مع العاطفة. Involving awareness of positive and negative feeling and a coordination of them into a complex organized structure that integrates cognition with emotion. يعني التكامل ما بين المعرفة والمشاعر. وبالتالي تم عملية دمج ما بين المشاعر والنواحي الإدراكية المعرفية. يمكن للأحداث الإيجابية أن تحافظ على التعقيد العاطفي من خلال استعادة الاستقلالية. وليجر التايب يعني of positive events has been identified as a copying resource. طبعا أيضا وقت الفراغ هو نوع من الأحداث الإيجابية، على أنه مورد للتكيف والمواجهة. ووقت الفراغ يساعد أيضا على استعادة التعقيد العاطفي في الأيام العصيبة. يعني leisure time help restore affective complexity of stressful day. يعني بساعد وقت الفراغ على إعادة المخزون العاطفي في الأيام stressful day، الأيام العصيبة. طبعا أحداث الحياة المجهدة stressful life event such as the death of a spouse مثلا، يعني تكون مثل وفاة الزوج مثلا، تزعج، حالة مزعجة، حالة الرفاهية العاطفية، يعني حالة الرفاهية العاطفية للفرد بعيدة عن التوازن، مما يساهم في التحولات العاطفية التي تتأرجح بين التأثير السلبي والإيجابي. يعني الأحداث المجهدة مثل وفاة الزوج تؤدي إلى إزعاج في حالة الرفاهية العاطفية للفرد وتبعد عن التوازن، مما يساهم في التحولات العاطفية التي تتأثر بين السلبي والإيجابي. تتوافق تقييمات الرفاهية اليومية مع نموذج مذبذب خطي يشبه البندول مع الاحتكاك. يعني البندول يكون معلق بحبل أو بعمود ويتحرك وفق احتكاك معين، كلما زاد الاحتكاك قل ترجح البندول. طبعا لأن وفاة أحد الأحباء عادة ما تثير ردود فعل حادة، وتميل الذبذبات إلى أن تكون أكثر تواترا وتطرفا بعد فترة وجيزة من الخسارة، ثم تقل تدريجيا من الشدة والتردد بمرور الوقت. طبعا يتمتع الأفراد resilience individual possesses capacity for more complex and flexible affective experience and
future and further than that this capacity helped them to deal more adaptively with the potentially disaggregation related impact of highly adverse event. طبعا يتمتع الافراد المرنون بالقدره على خوض تجارب عاطفيه اكثر تعقيدا ومرونه، علاوه على ان هذه القدره تساعدهم على التعامل بشكل اكثر تكيفا مع التاثير المحتمل لخلل التنظيم الناجم عن الاحداث المكروهه للغايه. يعني الناس اللي عندهم مرونه عندهم القدرة على خوض تجارب عاطفية أكثر تعقيدا وعلاوة أن هذه القدرة تساعدهم على التعامل بشكل أكثر تكيفا مع التأثير المحتمل لخلل التنظيم. يعني عندهم توقع لهذه الخلل وعندهم قدرة على التكيف معها وعندهم قدرة على الخروج من هذه المأزق بشكل أو بآخر. فالناس المرنين يعني عندهم قدرة ما شاء الله على هذه الأمور. الوظائف المفيدة للعواطف الإيجابية، طبعا لكل شيء إيجابيات أو سلبيات، لكن نتحدث عن الوظائف المفيدة للعواطف الإيجابية. يبدو أن المشاعر الإيجابية عنصر أساسي في المرونة، وفي الواقع رفض الباحثون researchers and theorists have commonly dismissed the occurrence of positive emotion during the of or following a stressful event. طبعا الناس الباحثين والناس اللي بيشتغلوا في الجانب هذا عادة حدوث، يعني بحب اتحدث حدوث المشاعر الإيجابية أثناء أو بعد الأحداث المجهدة، رفضوا إنها توحي بإنكار غير صحي، على أنها توحي بإنكار أو إنها يعني تؤدي إلى جوانب غير صحية. يمكن أن تساعد المشاعر الإيجابية في تقليل الضيق الشخصي بعد الأحداث المكروهة أو الصعبة عن طريق تقليل أو إلغاء المشاعر السلبية والإثارة وتعزيز الترابط الاجتماعي والتكامل وتميل لإثارة ردود أكثر إيجابية لدى المراقبين. ويمكن أن تحدث هذه التأثيرات في وقت واحد وبشكل مستقل. طبعا يمكن ترميز، مثلا نقول ان احنا نعمل كودينج للاشياء هذه، الضحكات، الابتسامات، الاشياء اللي المعروفه باسم تعبيرات يعني الوش بشكل موثق او موثوق، مثل تقليصات العضلات، عضلات العين الدائرية حول العين، وهذه التعبيرات التي تعبر عن المشاعر الإيجابية الحقيقية تنبئ بتعديلات نفسية واجتماعية أفضل على مدى السنوات اللاحقة من الفجيعة أو من الحدث المؤلم اللي حدث. فالتراجع يعني هو يعني قبل نحكي عن التراجع نقول انه هذه الاشياء، يعني انه الاحداث الجيده تؤثر بشكل او باخر على الامور المشاعر وتحسين الناحيه النفسيه. Undoing is a defense mechanism. التراجع هو ميكانيزم دفاعي يحاول فيه الشخص إلغاء أو إزالة فكرة أو فعل غير صحي أو مدمر أو مهدد بأي شكل من الأشكال من خلال الانقراض في سلوك مخالف. على سبيل المثال، بعد التفكير في أن تكون عنيفا مع شخص ما، يمكن للمرء أن يكون لطيفا للغاية أو يتكيف معه، نتيجة انه يعني تراجع عن الفعل العنيف والمهدد وازال الفكرة السلبية وحل محلها فكرة ايجابية، وهذا يسمى undoing كاسلوب دفاعي او ميكانيزم دفاعي.
طبعا ربطت العديد من الدراسات أيضا تأثيرات التأقلم المفيدة للمشاعر الإيجابية بمتغيرات الشخصية مثل التعزيز الذاتي والانفصال العاطفي أو التأقلم القمعي أو مرونة الأنا. تعزيز الذات self enhancement نوع من الدوافع التي تعمل على جعل الناس يشعرون بالرضا عن أنفسهم والحفاظ على احترام الذات، ويصبح هذا الدافع بارزا بشكل خاص في حالات التهديد أو الفشل أو الضربات على تقدير المرء لذاته. ويتضمن تعزيز الذات تفضيلا للآراء الذاتية الإيجابية على الآراء السلبية. التفكك العاطفي emotional dissociation هذا التفكك العاطفي يتميز بتحول عابر للتركيز المتعمد بعيدا عن الاستجابة العاطفية المعينة والسلبية، عادة تجاه محتوى آخر أكثر اعتدالا نسبيا. يعني التفكك العاطفي بما يميزه أنه تحول عابر للتركيز المتعمد بعيدا، يعني أنت بتحكي عن أنه تبعد تفكيرك عن شيء أو استجابة عاطفية معينة سلبية تجاه محتوى آخر أنت بتروح عليه أكثر إعدادا نسبيا، ويمكن أن يساعد هذا التحول المتعمد في التخفيف من الضيق العاطفي الذي يصاحب عادة الاستثارة الجسدية الناتجة عن الأحداث المتعبة أو المجهدة. فبالتالي التفكك العاطفي يعني ينظر له نظرة إيجابية في بعض الأحيان فيما يتعلق في أنه الإنسان بيترك شيء عابر وبتحول لشيء أكثر اعتدالا يخفف من ضيقه، يخفف من ألمه، يخفف من استثارته الجسدية. الإيجو ريزيلينس، مرونة الأنا، كان الأطفال الذين لديهم مستويات عالية من التحكم في الأنا أكثر عرضة للاستجابة بطريقة بناءة للمواقف المحبطة، والبالغون الذين يتمتعون بدرجة عالية من التحكم في الأنا هم منظمون جيدا وموجهون نحو الهدف ويميلون إلى تثبيط عواطفهم الحقيقة موضوع الأنا وأن الأطفال عندهم مستويات عالية من التحكم في الأنا وأنهم أكثر عرضة للاستجابة بطريقة بناءة للمواقف المحبطة لأنهم يعني ما بتحكموا في قدرتهم في الإيجو تبعهم، وبالتالي بينظروا لأنفسهم نظرة نرجسية بخلاف الأدلت الكبار أنهم تحكم في الأنا، فهم منظمون جيدا وموجهون نحو الهدف ويميلون إلى تثبيط عواطفهم أو التحكم فيها يعني بالأصح. يعني على النقيض من ذلك، يميل أفراد لديهم مستويات منخفضة من المشاعر أو عفوا منخفضة من التحكم في الأنا أن يكونوا أكثر عفوية ويعبرون عن مشاعرهم بشكل مفتوح ومباشر للآخرين. يعني الناس اللي عندهم مستويات منخفضة من التحكم في الأنا بكونوا عفويين وبتعاملوا بشكل منفتح اكثر ومباشر، ما فيش عندهم كنترول، خلينا يعني نقول او اويرنس كنترول لل الانا تبعهم. طبعا على النقيض من ذلك ياتي ميل هذا الميل الى تجربه مجموعه وواسعه من المشاعر والتعبير عنها على حساب التشتت العالي والتحكم المنخفض في الانفعالات، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة تعرض الأفراد الذين يتحكمون في الأنا المنخفضة
السلوك غير التكيفي مثل تعاطي المخدرات. يعني الناس اللي عندهم تجربة واسعة في التعبير عن مشاعرهم وعلى حساب التشتت العالي أو عدم أو التحكم المنخفض في الانفعالات، الناس اللي ما لهمش تحكم في أنائهم وعندهم انخفاض في تحكمهم بيصير عندهم مشكلة في السلوك التكيفي، وبالتالي بيتجهوا إلى تعاطي المخدرات أو هروب يعني من المواجهة، وهروب من ما حدث أو من تحكمهم في الأنا الواعي تبعهم. تم تحقيق النتائج الإيجابية في الغالب من قبل الأفراد الذين لديهم مستوى معتدل مقابل الناس عندهم أقصى يعني في التحكم بالأنا. يعني الناس عندهم اعتدال في التحكم في الأنا لقوا عندهم نتائج إيجابية أكثر في تعاملهم مع الناس، مش ناس متحكمين بشكل كامل أو ناس منخفضين، لا ناس متوسطين أو متوسطي التحكم في الأنا. طبعا المفهوم هذا مفهوم المرونة يعني الأفراد الذين لا يخضعون للسيطرة المفرطة ولا تحت السيطرة التي يعقد أنهم يمتلكون نظاما مرنا للتنظيم الذاتي العاطفة، يسهل مطابقة السلوكيات التعبيرية والتنظيمية مع المتطلبات الواقعية بغض النظر عن التصرف الشخصي. يعني الناس اللي عندهم أنا مش سيطرة مفرطة ولا منخفضي التحكم في الأنا والذين يعتقدون أنهم يمتلكون نظاما مرنا، بالتالي هذولا بيكون عندهم قدرة على التأقلم كسلوك وكتصرف شخصي مع الآخرين بطريقة هيك مقبولة إن صح التعبير. تتنبأ مرونة الأنا بالوظيفة الإيجابية بين الأشخاص، بالوظيفة الإيجابية والعاطفية بين الأشخاص. كان لدى الأشخاص الذين يتسمون بالمرونة، تجاه الذات مستويات أقل من التفاعل الفسيولوجي أثناء الفحص المجهد، وأظهروا عودة أسرع إلى خط الأساس بعد الاختبار، وارتبط مرونة الأنا بالتكيف الأفضل مع ضغوطات الحياة. يعني نفهم أن الناس عندهم مرونة أنا ومتكيفة، عندهم مرونة مرنة يعني أو عندهم أنا مرنة، عندهم تكيف أفضل من الناس اللي عندهم أقل مرونة في الأنا، ويكون أقل عرضة لتطور أعراض الاكتئاب والإبلاغ عن مستويات أعلى عن الحياة والتفاؤل والسكينة. هذا اللي نفهمه من الكلام هذا، إنه لابد نسعى لأن يعني نساعد الأفراد الذين يعانون من انخفاض في الأنا، أن إذا كانت الأنا عندهم مرنة وعندهم ليس تحكم قاسي في مفهوم الأنا، حيكونوا أقل عرضة وحيتحسن. اللي عندهم اكتئاب إذا حسن المرونة عندهم، مرونة الأنا الإيجو تبعتهم resilience of ego، حيكون في عندهم وضع أحسن وفي تحسن في موضوع الاكتئاب وعندهم رضا عن الحياة وتفاؤل وسكينة. نيجي لموضوع البراغماتيك كوبينج، التأقلم البراغماتي أو مواجهة البراغماتي أو التأقلم البراغماتي. قد ينظر إلى الخصائص والسلوك التي يميز التأقلم البراغماتي على أنه غير مرغوب فيه اجتماعيا أو حتى قبيحا. يعني مفهوم البراغماتيك يعني أنه أنت تسعى إلى أن تلبي احتياجاتك دون النظر إلى احتياجات الآخرين، أو أنت يعني
ما بتنظر لما تسببه من ألم الآخرين بقدر ما تنظر إلى ما تحسنه من أشياء لذاتك. يعني تريد سيلف انهانسمنت اللي هو تعزيز السمات الذاتية. ينظر معظم الناس أحيانا إلى أنفسهم والعالم من حولهم من خلال التحيزات الذاتية وغيرها من أشكال الوهم الإيجابي. طبعا بنحكي على التحيزات الذاتية إنه يعني لإله لشخصه مش للآخرين. سيلف سيرفرنج بيزز او يعني انه انت لإلك وما بتطلع للآخرين وغيرها من اشكال الوهم الايجابي وغيرها من اشكال الوهم الايجابي. طبعا التحيز للخدمه الذاتيه هو سمه ضروريه للتكيف النفسي والتكيف الصحي، لا سيما في سياق الشدائد والمحن. على سبيل المثال، قد يبالغ الناس في قدراتهم ويقلون من شأن حدودهم في محاولة تعزيز الصورة الذاتية أو السمعية، فقد يقبلها الناس قد يقبلها الناس بصورة إيجابية، أو الذين يلعبون دورا سببيا ضئيلا أو معدوما، أو تجنبوا المسؤولية عن الأحداث أو النتائج السلبية التي كانوا مسؤولين عنها مباشرة. يعني في تحيز للخدمة الذاتية أو للذات مهم وصفة ضرورية مهمة للتكيف الصحي والنفسي، بالذات في وضع السمات أو سياق الظروف الصعبة والشدائد. وقد يبالغ الناس في قدراتهم ويقللون من شأن حدودهم حتى يحصلوا على زي ما بقول لك تقبل من الناس لديهم، وحتى يبعدوا أي مسؤولية ممكن تكون سلبية نتيجة أحداث معينة يعني يمروا بها. وبالتالي ممكن يعني إنه هذا الشيء تعزيز السمات الذاتية إيجابي، وينظر له بشكل أو بآخر في إنه في ناس ما بحبوا يعني إنه عظموا من قدراتهم وبينوها ضئيلة حتى ما يتجنبوا المسؤولية. يعني في هيك وفي هيك. طبعا يعرف الميل للانخراط في تحيز تعزيز تحيز التعزيز الذاتي باسم التعزيز الذاتي للسمات. تتمثل إحدى طرق قياس التعزيز الذاتي للسمات في مقارنة التقييمات الذاتية مع تصنيفات الأقران. وعادة ما يصنف المعززون الذاتيون أنفسهم بشكل أفضل من مما يصنفهم أقرانهم، يعني هم بيحبوا يصنفوا حالهم بشكل أفضل مما يعرفهم أقرانهم. هناك طبعا خلاف كبير حول ما إذا كان ينبغي النظر إلى التعزيز الذاتي للسمات على أنه قابل للتكيف بشكل عام أو قابل للتكيف بشكل خاص. ثم تم وصف المعززات الذاتية على أنها متوحورة حول الذات وذاتية التعظيم ومهيمنة ومتلاعبة. أنا برضو يعني إنه دائما السيلف ستيم خلينا نقول والسيلف انهانسمنت دائما تؤخذ بمستويين يعني سلبي وإيجابي. إذا تعظمت ذاتك بشكل أكبر من حجمها يكون هذا يعني جنون عظمة أو يعني جانب من جانب السلبي في التباهي والتفاخر. وإذا قللت من نفسك حتى تخرج من المسؤولية وفي حال حدوث أي شيء وأنا مش مسؤول أنا هي قدراتي كذا، مع أنه أنت الأفضل منهم قدراتك، بتكون هذا هروب من المسؤولية، لكن الوسطية دائما في كل شيء أفضل. طبعا يمتلك المعززون لأنفسهم الذاتيون لأنفسهم نظرة خادعة للتكيف مع أنفسهم،
وأن التعزيز الذاتي يعمل على إخفاء عدم الكفاءة الاجتماعية والصعوبات الشخصية، على الرغم من أن معززات الذات غالبا ما تعطي انطباعا أوليا جيدا. مع الاتصال المتكرر يأتي الناس سريعا لرؤية الذات ورؤية الذات، لكن إنه سريعا معززات من الناحية السلبية. تم ربط الذات تعزيز الذاتي بالتكيف الصحي، كما تم قياسه من خلال التقرير خلال ال من خلال التقرير الذاتي وتقييمات الأقران للصحة العقلية والمؤشرات الفسيولوجية. طبعا يعني مفهوم إنه دائما تعزيز الذات شيء جيد، إنه أنا أعزز ذاتي، لكن الإفراط شيء سلبي والتقليل أيضا له جانب سلبي. طبعا التكيف الصحي مثل انخفاض مستويات الكورتيزول و الأساسية وانخفاض استجابات القلب والأوعية الدموية للتوتر والتعافي الأسرع للقلب والأوعية الدموية استجابة إلى ضغوط تجريبية. ارتبط استبيان التعزيز الذاتي للسمات بشكل عكسي مع أعراض الحزن والاضطراب ما بعد الصدمة على مدى أول 25 شهرا من الفجيعة أو من الصدمة. اللي نقول كان تعزيز الذات أكثر ارتباطا عكسيا بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة، يعني كل ما كان تعزيز الذات كويس كل ما كان أعراض اضطراب الصدمة أقل للمشاركين الثكلى الذين فقدوا زوجاتهم في وفاة عنيفة كحادث طرق أو حرب أو ما شابه ذلك. كانت المعززات الذاتية أكثر عرضة لاتباع مسار النتيجة المرنة، وأظهرت تأثيرا إيجابيا عندما وصفوا بتجاربهم أثناء الهجوم ب 11.9، يعني ك ك ك كسكيل على المقياس. وصنفهم أصدقاءهم وأقاموا أنهم يتمتعون بمستويات أعلى باستمرار من الصحة العقلية والجسدية وتحقيق الهدف والقدرة على التأقلم. معززات الذات قادرة على الحفاظ على مستويات عالية من الوظيفة بشكل عام في معظم مجالات الحياة باستثناء العلاقات الاجتماعية. طبعا العلاقات الاجتماعية أنا تحكمها كثير من المعطيات، لكن على مستويات الوظيفة بشكل عام فهي مهمة، لكن ممكن تأتي جانب سلبي على موضوع الناحية العلاقات الاجتماعية بشكل أو بآخر. طبعا التأقلم القمعي والتفكك العاطفي. التأقلم القمعي والتفكك العاطفي. Repressive coping and emotional dissociation. التأقلم القمعي والتفكك العاطفي. المواجهة القمعية هي عملية تنظيم ذاتي أخرى قد تعمل بطريقة آلية نسبيا. عادة ما يتجنب الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية من التأقلم القمعي للسمات المنبهات العاطفية السلبية، على سبيل المثال عن طريق الفحص أو عدم الاهتمام بالتعليقات السلبية من أشخاص آخرين. يعني هذول الناس اللي عندهم ديسوسيشن وعندهم يعني تأقلم قمعي، يعني ضاريين على الشغلة هذه، أو إنهم ما عندهم مش مشكلة إنهم يعملوا عملية قمع لإلهم، وما عندهم مش اهتمام بالتعليقات السلبية وضاريين على الكلام ممكن يكون سلبي، نتيجة ذلك يميلون إلى تجربة مستويات منخفضة من المشاعر السلبية، يعني low level negative emotion. يتسم الناشطون القمعيون أيضا بأنهم يبلغون بأنفسهم عن قلق منخفض، أو يعني بيحكوا عن أنفسهم أنهم عندهم قلق منخفض الصفات،
ولكنهم يسجلون درجات عالية من مقاييس الدفاع. تقليديا ينظر إلى التأقلم القمعي على أنه إنكار غير قادر على التكيف، يعني إنسان ضري على ضري على البهدلة، يعني إنسان ضاري على البهدلة، ضاري على أنه ينحكى له بشكل سلبي عن حياته، عن أو يتعاقب دائما أو يعمل له عبارات سلبية، ضاري على متأقلم متكيف مع هذا الأمر، وبالتالي ما عندوش إنكار لذلك، وهذا انه يعني غير قادر على التكيف، يعني عنده انكار انه غير قادر على التكيف. في الواقع يعني قد يؤدي تحويل الوعي بعيد عن المشاعر المؤلمه الى تكبد تكاليف جسديه وعاطفيه ضاره على المدى الطويل، يعني از لونج تيرم ممكن يصير مشاكل جسديه وعاطفيه، غالبا ما يحدث الضحك في السياقات السلبية التي تبدو غير متوافقة مع تجربة المشاعر الإيجابية، يعني شيء سلبي في داخل شيء إيجابي بصير ميكس، وبالتالي بطل هناك يعني إحساس بالألم، خلينا نقول من خلال خلق مسافة ذهنية من المحفزات السلبية. قد يساعد الانفصال في الحفاظ على المرونة المعرفية أو استعادتها اللازمة للتعرف على الجوانب الجديدة للموقف التي توفر تفسيرات مضحكة. يعني ممكن إنه البعد عن هذا الشيء يساعد في الحفاظ على المرونة المعرفية واستعادتها بشكل، يعني غير السيتويشن، غير البيئة اللي ممكن عايش فيها الشخص هذا اللي بيعاني من قمع أو التأقلم مع القمع، خلينا نقول. وقد يعوض التعبير عن المشاعر الإيجابية أيضا الاستثارة الفسيولوجية، ويفيد وتفيد الرفاهية، وهذه تفيد يعني عملية زي تكامل من خلال استحضار ردود فعل إيجابية من الأشخاص الآخرين في البيئة الاجتماعية للفرد، والتي بدورها تمكن الفرد من الحفاظ على القديم أو تكوين شبكات دعم اجتماعي جديدة. يعني قد يعود التعبير عن المشاعر الإيجابية أيضا الاستشارة، يعني دائما سبحان الله يكون أحد يضحك في وضع في صعوبة، ربما هذا مع عملية توازن في الموقف اللي هو فيه. طبعا هذول الناس اللي عندهم تأقلم مع الواقع قد توفر القدرة على تجربة تأثير إيجابي في موقف مكروه، عادة من الفوائد التي تفوق التكاليف الاجتماعية المحتملة المرتبطة بالاستراتيجيات التنظيمية التي تميل إلى تقليل الوعي بالمعلومات المهددة. طبعا هذا يعني إنه الإنسان اللي متعود على القمع، متكيف على القمع، ربما يوجد له ميكانيزمات دفاع إنه يضحك في وقت الألم، ينبسط على البهدلة من هذا الكلام، وبالتالي يعمل عملية توازن في حالته الشعورية والانفعالية. ختاما لهذا الشيء، تشكل الفروق الفردية الاستجابات للأحداث التي يحتمل أن تكون مجهدة من خلال التأثير على القدرة على تعديل التجربة العاطفية والتعبيرات، من خلال استعداد الأفراد للتركيز على أنواع معينة من المعلومات واستخلاص استنتاجات إيجابية مقابل استنتاجات سلبية، من خلال التأثير على المدى الذي يمكن للأفراد أن يستنبطوا ويستفيدوا منه الدعم. طبعا الفروق الفردية هذه حالة تانية، يعني كل واحد له خصائصه، بالتالي الناس اللي عندهم استجابات للأحداث ممكن تكون مجهدة من خلال التأثير على القدرة على يعني عندهم قدرة على تعديل التجربة العاطفية والتعبيرات، قدرة على التركيز على استخلاص استنتاجات إيجابية مقابل سلبية، من خلال التأثير على المدى الذي يمكن للأفراد أن يستنبطوا ويستفيدوا منه الدعم، يستفيدوا منه، وبالتالي يعني الناس هذول عندهم توازن وبالانس. الفوائد النفسية والاجتماعية التكيفية توسطها المشاعر الإيجابية أيضا تعزز المرونة القائمة على التقييم، القدرة على الصمود لأنها تعزز مشاعر الإتقان والكفاءة والالتزام والجوانب الأخرى للتصورات الذاتية الإيجابية التي تحافظ على احترام الذات أو تستعيده بعد التجارب التي قد تكون مهددة.
طبعا المرونة التعبيرية أيضا هي القدرة على التعبير عن المشاعر وقمعها وفقا للمتطلبات الظرفية المكانية، وتساهم في المرونة من خلال تسهيل السلوكيات الشخصية الموجهة نحو الأفراد، نحو الهدف. طبعا القدرة على التعبير عن المشاعر الإيجابية مهمة بشكل خاص. The ability to express positive emotion is particularly important because of its potential to produce mutually satisfying interaction with other people، يعني تساهم على إنها تعمل عملية تفاعلات مرضية للطرفين مع الآخرين، يعني بين الناس اللي عندهم مشاعر إيجابية مع بعضهم البعض. وتميل هذه التفاعلات إلى تأكيد التصورات الإيجابية للذات، تبين الذات وتبين شخصية الإنسان بشكل إيجابي، وبالتالي بتساعد في الحفاظ على احترام الذات أو زيادته. في المواقف شديدة التوتر تشكل تهديدات البقاء على قيد الحياة، تساعد استراتيجية التأقلم البراغماتية مثل تعزيز الذات، الناس على الحفاظ على شعور مستقل وإيجابي. طبعا قلنا البراغماتيك هذه سلاح ذو حدين، ممكن تفهم سلبا وإيجابا حسب طبيعة الموقف والحالة. وبهذا اللقاء نكون قد ختمنا هذا الفصل في يعني بشكل يعني إن شاء الله نكون وفقنا فيه. نسأل إن الله نكون يعني قد يعني وصلنا المعلومة بشكل جيد وبشكل مناسب. طبعا نتحدث هنا عن الرابط بين الناحية البيولوجية والمشاعر والأحاسيس وتكوين الذات، وفي تقييمها في ربطها بالمواقف والمرونة بشكل عام. طبعا كما تحدثنا في هذا الفصل وفي هذا اللقاء أن المرونة تختلف من شخص إلى شخص، وبالتالي الفروق الفردية لا أهميتها في تقييم الناس ونظرتهم للأشياء. شكرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر في الفصل القادم إن شاء الله.